الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم بسلسلة محاضرات الفصل الثاني من مادة الميكانيك الهندسي. أول محاضرة عندنا بالكورس هو السنترويد and center of gravity. يقصد بها هو مركز ثقل الجسم، وين يكون موجود بالجسم، في أي نقطة من نقاط الجسم يكون مركز الثقل متوفر. احنا مبدئيا عندنا الجسم يتكون من مجموعة من البارتكلز، يعني إذا عندي مثلا هذا الشكل، خلينا نقول فرضا، فهذا الشكل بالحقيقة مؤلف من مجموعة من البارتكلز مثل ما أخذنا بالمحاضرة الأولى إذا تذكروها. كل بارتكل من هذين البارتكلز لها وزن خاص بيها، فكل وحدة من ذني راح يكون وزنها للأسفل مثل ما تعلمنا. أريد أعرف مجموع الثقل الموجود مال ذني البارتكلز الموجود على الجسم، وين راح يأثر؟ يعني مركز الثقل موجود هنا ولا هنا ولا هنا؟ احنا غالبا الاجسام المنتظمه مثلا المستطيل مركز الثقل موجود بالمنتصف، بس هذا الجسم الغير منتظم شلون اعرف له السنترويد مالته؟ مركز الثقل على محور اكس على محور واي همتين، مو بس اكس. فبهالحاله راح نلجا الى قانون يقول انه مركز الثقل اللي هو اكس برايم يساوي الام واي، العفو، الام واي على الاريا، ومركز الثقل اللي هو موجود على محور واي، يعني اذا كان مثلا هذا المستطيل ابعاده مترين بمتر، مركز الثقل على اكس يعني بهالاتجاه راح يكون نص ثانيه اللي هي واحد، بينما مركز الثقل على واي راح يكون بوينت خمسة. فهاي اللي يقصد بها واي داش، وهاي اللي يقصد بها اكس داش، مركز الثقل على محور اكس ومركز الثقل على محور واي. فالواي برايم راح تكون ام اكس اوفر اي، بالعكس يعني. هي هسه نجي نفصل هذني شنو اللي هم هسه مبدئيا اقول لكم اياها، هم الفيرست مومنت اوف انيرشيا، يسموه الفيرست مومنت. هسه نرجع لمحاضرتنا. فهسه هذا الكلام اللي سولفت لكم اياه هو ملخص لهذا الشرح الموجود. ممكن مركز الثقل مو يكون بس للمساحة، ممكن يكون مركز الثقل للحجوم، عندنا مركز ثقل للحجوم ومركز ثقل لللاين. هسه هذا مركز الثقل للحجوم، هذن القوانين مالاته، وعندنا مركز الثقل للمساحة اللي هو محاضرتنا مال اليوم، وعندنا هماتين مركز الثقل لللاين. فإن شاء الله على المحاضرة الجاية نشرح مركز الثقل لللاين وللفوليوم للحجم. اليوم إن شاء الله محاضرتنا عن مركز الثقل للمساحات. فهسه القانون، هسه أنا راح أتجاوز اللاين. القانون اللي كتبت لكم إياه كان عن مركز الثقل للمساحة فقط. هذا المثال الأول من أمثلة المساحة centroid of area. They يقول بي determine the distance y prime measured from x axis to the centroid of the area of triangular shown. مطيني هذا المثلث ويريد مركز الثقل إله على محور x وعلى محور y، بس حاليا هو طالب ال y prime فقط. نعم، هسه نجي نحله. قبل ما نحل أريد أعطيكم مقدمة عن كيفية إيجاد مراكز المساحات. يعني هو بشكل عام لما ينطيني شكل، خلي يكون هيجي مثلا هذا المثلث، راح أجي أخذ شريحة طلاب. هذا المثلث مثلا خلينا نقول ارتفاعه متر، والقاعدة مالته هماتين متر. راح نجي ناخذ شريحة، ممكن تكون الشريحة أفقية وممكن تكون عمودية. إذا أخذتها عمودية يعني هو كيفك، تأخذها أفقي تأخذها عمودي، بس مرات اختيارك للشريحة يسهل عليك كل شيء هواي بالحل. إذا كنت ذكي باختيار الشريحة السؤال ينحل عندك بطريقة كلش سلسة. يعني
فأكو أمثلة تناسبها الشريحة العمودية، أكو أمثلة تناسبها الشريحة الأفقية. هسا مثلا بهذا المثال أخذت أنا شريحة كل شيء ما مطيني، بس قايل لي إنه هذا مثلث أبعاده متر بمتر، ما يجي مرات ما يجي يعطيني هاي المعادلة، وغالبا ما ينطيها للأشكال المنتظمة، مجرد يعطيني أبعاد ويقول لي أوجد لي مركز المساحة. بمثل هيجي حالة أنا أحتاج المعادلة مال هذا الخط، شلون أطلعها؟ أطلعها من خلال إنه أنا أخذ شريحة وأسوي تشابه مثلثات. هسا الشريحة هاي إحنا شو ناخذها؟ دائما ناخذها أقل ما يمكن، أقل أصغر ما يمكن، لأنه كل ما كانت رفيعة كل ما النتائج تكون أدق. فدائما تذكروا إنه هاي الشريحة العرض مالتها هو أقل ما يمكن. طيب لما أنا يعني أخذتها متناهية الصغر راح أرمز لها بالرمز دي إكس. ليش إكس؟ ليش مو واي؟ هسا عرفنا ليش دي، لأنه هي متناهية الصغر. بس ليش إكس مو واي؟ لأنه العرض مالتها موازي لمحور إكس، مو هذا العرض مالتها، فهو موازي لمحور إكس، إذن هي دي إكس. طيب وطول مالتها؟ هذا شنو؟ هذا يا محور، هذا محور واي، فارتفاعها أرمز له بالرمز واي. هذا أهم شيء بالحل. طيب هو نفس هذا المثال، إذا جيت أخذت الشريحة أفقية مو عمودية، هماتين هي متناهية الصغر، فهذا السمك مالتها شو راح يكون؟ راح يكون دي، بس يا دي من هن دي واي، باعتبار السمك هذا ما شريحة موازي المحور واي. ما دام موازي محور واي، إذن شنو؟ إذن آخذها دي واي. طيب ارتفاعها شنو؟ ارتفاعها هو، أو العفو، أنا من ناخذ عزم المساحة، عزم المساحة آخذ أحول محور، العفو لحظة، مش محتاجة أنا بعد، محتاجة هذا البعد اللي هو طول الشريحة، هذا شنو أرمز له؟ هو موازي لمحور X، إذن أقدر أرمز له بالرمز X. بس هنا راح يصير عندي فت إيرور، نسبة خطأ، راح أعلمكم عليها بالأمثلة اللاحقة. الفكرة العامة هي هاي، أريدكم تحفظون الفكرة العامة، إنه إحنا شنو أخذنا شريحة سواء كانت أفقية أو عمودية، شريحة متناهية الصغر، سمكها قد يكون دي إكس قد يكون دي واي حسب الشريحة. إذا كانت الشريحة موازية لمحور إكس، يعني السمك مالتها ويا محور إكس أسميها دي إكس، إذا كانت ويا محور واي أسميها دي واي. بقت تسميتها هي، ممكن تكون واي ممكن تكون اكس، ممكن يكون فتفت شي، وهذا المثال غلط انه اسميها اكس، بس نرجع لها ان شاء الله. هسه راح ارجع للمثال هذا مالتنا اللي هو بي شنو؟ اللي هو بي يريد الواي برايم. اخذ شريحة جيت أخذت هاي الشريحة المستطيلة المتناهية الصغر، الارتفاع مالتها هسه ايش راح أسميه؟ هي موازية لمن؟ موازية لمحور واي، يعني الثخن مالتها صاير ويا محور واي، فهاي أسميها دي واي. طيب هذا العرض مالتها موازي لمحور اكس، فهو اكس. هسه إذا تنتبهون، طبعا لحظة، الأبعاد بي بإتش، خلي أنزل الأبعاد، هذا البعد هو بي وهذا البعد العمودي هو اتش. هسه طلاب اذا تنتبهون، صار عندي مثلثين، اقدر اسوي تشابه مثلثات على مود استخرج معادلة الخط المستقيم مال المثلث، لان هاي
صدفت بالسؤال منطيها هاي المعادلة الواي تساوي اتش على بي في بي ناقص اتش. العفو، هاي صدفت هو منطيها. بأغلب الأحيان ما ينطيها، فنحتاج احنا نستخرجها. فالمعادلة من هذا الخط المستقيم راح أجيبها من تشابه المثلثات. شلون يعني؟ أنا عندي هذا المثلث الكبير الأصلي الموجود بالسؤال اللي هو ارتفاعه h وعرضه b، فأني راح أخذ نسبة الارتفاع إلى العرض. فالارتفاع مال المثلث الكبير هو h والعرض مالته b. نسبة المثلث الكبير على نسبة المثلث الصغير اللي هو هذا. راح أسوي تشابه مثلثات بين هذا المثلث الكبير وبين هذا المثلث. هذا ارتفاع شقد؟ يعني هاي المسافة شقد؟ طبعا احنا نسينا شغلة، هذه من سميتها دي واي، هذا العفو خلي ارسم هذا الخط الاخضر، هذه الواي طلاب. هذه واي من ضمن الفرضيات، من اول ما تجي تفرض تحدد الدي واي وتحدد الاكس وتحدد الواي، عندك ثلاث امور لازم تحسبها. تحدد الدي واي من بعد ما تختار طبعا الشريحة، اخترعت الشريحة اول خطوة، ثاني خطوة تعرف وين الدي واي، ثالث خطوة تعرف الاكس وتعرف الواي. هسه انا الدي واي هي هاي اللي هي السمك، زين. بس لحظة خلي اعيدها على مود نكون باستيعاب اكبر. هساني هذا المثلث مالتي، جيت حددت شريحة افقية، السمك مال الشريحة قلنا هو دي واي، لان عرفنا انه موازي المحور واي. طيب الواي وين؟ الواي من مركز الشريحة لحد محور اكس. حفظوها، الواي من مركز الشريحة المستطيلة الى محور اكس. بما انه الشريحة متناهية الصغر بالسمك، متناهية جدا، ما بيها سمك، سمكها كلش رفيع، فاذا الواي نعتبرها مو من مركز الشريحة، نعتبرها من حافة الشريحة. هسه هذا شيء اتفقنا عليه، الواي هي بالحقيقة من مركز الشريحة، بس احنا راح نرسمها من حافة الشريحة لانه الشريحة متناهية الصغر. عرفنا نحدد الدي واي، وعرفنا الواي شنية اللي هي البعد من حافة الشريحة لحد محور اكس. بقت شنو؟ بقت الاكس، هي اصلا عرض الشريحة هو يساوي اكس. هسه انا عرفت ذني الثلاث شغلات المهمات جدا. هسه تشابه المثلثات نرجع له، قلنا هذا البعد هو h، هذا البعد هو b. ارجع المثلث الكبير، ارتفاع المثلث الكبير على عرض المثلث الكبير يساوي ارتفاع المثلث الصغير على عرض المثلث الصغير. بالله عرض المثلث الصغير هو هذا اللي هي الاكس، سهلة هذا العرض، فهاي الاكس تنزل مباشرة. بس ارتفاع المثلث الكبير اللي هي هاي العفو الصغير اللي هي هاي المسافة، هاي مين اجيبها؟ الارتفاع الكلي عندي h اللي هو هذا ارتفاع كلي، وعندي هاي y، اذا h ناقص y يطلع هذا الارتفاع، فهاي h ناقص y. هسه احتاج اني شنو؟ احتاج اطلع الx. مو دائما احتاج اطلع الx، خلي ارجع للمثال مالتي. انا مو اخذت الشريحة افقية، خل نبدي نشتغل بالقانون مالتنا ونشوف احنا ايش نحتاج بالضبط. القانون شو يقول؟ يقول انه انت تحتاج تسوي تكامل للمساحة، وتحتاج تسوي تكامل للمومنت اوف انيرشيا. يعني تكامل واي في الدي اي على تكامل الدي اي، هذا القانون الثابت مال الواي برايم اللي هو مركز المساحة على محور واي. قانونها الثابت واي داش في الدي اي على تكامل الدي اي. الواي داش يقصد بها شنو؟ يقصد بها المسافة من مركز الشريحة لحد محور اكس. فاني هذا جاهز عندي البعد، نزله واي، العفو نزله واي، تبقى شنو؟ تبقى الدي اي.
الدي اي اللي هو المساحة، مساحة الشريحة شو تساوي؟ تساوي اكس في الدي واي. هاي الشريحة مالتي، هنا لازم اوضح، هاي الشريحة مالتي بيها البعد الافقي هو مستطيل، يعني مساحة مستطيل، فالعرض مالتها اكس وارتفاعها واي، فالمساحة الدي اي تساوي اكس في الدي واي. هاي خلصنا منها. طيب الاكس هسه ايش قد قيمتها؟ ارجع لتشابه المثلثات، لازم اطلع الاكس. فاني هسه راح اقلب المعادلة، العفو، راح اقلب المعادلة اللي هي صير بي على اتش تساوي اكس على اتش ناقص واي، هيجي اسهل لي يعني. هسه اضرب وسطين في طرفين، الاكس راح تساوي بي على اتش في اتش ناقص واي. بهاي الطريقة انا طلعت الاكس. هسه اجي اعوضها بمعادلة المساحة، جيت عوضتها بمعادلة المساحة اللي هي هاي العفو في الدي واي. زين الشريحة مالتي من وين لوين تتحرك؟ هي الشريحة مو موازية لمحور واي، يعني اني هنا، اني هنا ايش سميتها؟ سميتها دي اكس ولا دي واي؟ سميتها دي واي. اذا اشوف الشريحة تتحرك وين على محور واي، من وين لوين على محور واي. ما دام اسم الشريحة دي واي، تشوف الشريحة انت مالتك تتحرك من وين لوين على محور واي. هسه شريحة تتحرك من صفر إلى اتش على محور واي، من صفر، هاي الصفر واي، وهنا الاتش، لذلك أخذ حدود التكامل من صفر إلى اتش. فهسه مباشرة طبق القانون عند واي اللي هي نزلها من القانون في الدي اريا، الدي اريا عند اكس في الدي واي، فصارت بي على اتش في اتش ناقص واي في الدي واي، هاي نزلت كما هي. المقام هو نفس البسط ما عدا يحذف هاي الواي اللي موجودة هنا، فنزل هاي الأمور، هاي كلها نزلت كما هي، هذا المقام نزل نفس البسط ما عدا الواي. طبعا هاي أمور التكامل إن شاء الله أنتو زينين بيها، مجرد أجرى التكاملات، عوض القيم، طلع له مركز المساحة على محور واي تساوي اتش على 3. هذا المثال الأول بخصوص مركز المساحة. المثال الثاني شوية أعقد وما أريد أدخل به مباشرة، لذلك راح أحللكم مثالين من الأمثلة مالتكم اللي موجودة بنهاية الفصل، وكهومورك أنا أعطيكم غيرهم. راح أحل المثال الأول والثاني، التمرين الأول والثاني راح أحلهن، وبعدين راح نرجع لهذا المثال اللي هو به نوع مو تعقيد وإنما يحتاج أمثلة إضافية قبل لا نوصل له. هسه احنا وصلنا لهنا، خلي هنا نشوف البي دي اف ونروح للون نوت. هذا المثال الثاني، راح احل الثاني قبل الاول لانه الثاني الى حد ما مباشر، يريد هماتين مركز المساحة على محور اكس وواي، مطيني هذا الكيرف اللي هو معادلته، مطيني المعادلة الخطوط المنحنية يطي المعادلة مالتها، بس لو كان مثلث مثلا او مربع يعني ماكو حاجة ينطيك المعادلة مالته، انت تطلعها. هنا المعادلة مالته هي واي تساوي اكس تكعيب، الابعاد متر بمتر، يريد مركز المساحات. هذا المثال الثاني او التمرين الثاني، راح اجي طلاب اختار الشريحة عمودية من يمي بكيفي، اختاريتها عمودية، وطبعا من اقول بكيفي انا اتحمل النتائج في حالة انه طلعت الشريحة مثلا معقدة، فهاي يعني صوشي مثل ما نقول. هسه الشريحة السمك مالتها موازي لمحور اكس، اذا هي عرضها دي اكس، والارتفاع مالتها موازي لمحور واي، اذا هو شنو رمز لها من رمز ارتفاعها؟ ارتفاعها واي. يعني الشريحة مثلا تتعرفون وماخذين بالسادس اعدادي انه الشريحة من تجي تاخذ لها التكامل، ممكن تكون الشريحة هنا، ممكن تمشي توصل اللي هنا، وبكل حالة من حالاتها هي يعني مثل ما تقول متغيرة من صفر إلى واحد، فأنت وين ما توصل الشريحة هي هو صحيح، وين ما ترسمها صحيح. هسه أنا هاي الشريحة مالتي خذتها هيج، هذه قلنا ارتفاعها واي، بعدها عن محور واي هذا نسميه اكس. طيب نبدأ نحل،
راح أقول أنه الإكس داش تساوي تكامل مساحة للإكس في الدي أريا، والمقام هو تكامل للمساحة فقط. لحد هنا إن شاء الله تكون الأمور تمام. هسه بعد ما كتبت القانون مال السنترويد على محور إكس، راح أجي أعوض بالقيم. بالبداية راح أكتب التكامل لإكس نفسها تنزل عادي. الدي أي، الدي أي يعني مساحة الشريحة. إيش قد مساحة الشريحة؟ الشريحة بالله ارتفاعها واي ومساحتها وسمكها دي إكس، فعادي أنزلها مساحة مستطيل قاعدة في الارتفاع. دي اكس في الواي، خلاص زين. اني عندي الشريحة السمك مالتها شقد؟ السمك مالتها دي اكس. اكس يعني شنو؟ يعني اخذ حدود التكامل مال محور اكس، يعني الشريحة راح تبلش تمشي من الصفر لحد ما تروح الى 1 متر، فحدود التكامل اللي هي على الاكس راح تكون من صفر الى 1. ليش؟ لانه عندي شريحة دلالة الدي اكس. زين، اني المقام مالتي تكامل فقط لمساحة الشريحة، يعني نفس البسط ما عدا انه استثني هذه الاكس احذفها. فراح انزل من صفر الى 1، تكامل من صفر الى 1 واي في الدي اكس. خلاص خلصنا. خلاص اهم نقطة بالحل لحد هنا، هذا اهم شيء انه كتبته صحيح. بقت تعويضات. هنا صارت عندي تكامل بدلالة اكس وواي. انا ما دام حد التكامل مالتي بدلالة الدي اكس، لازم احول شكو واي عندي احولها الى اكس. مطيني معادلة، هو قايل لي انه الواي تساوي اكس تكعيب. اذا خلص انحلت، اقدر اقول هذا يساوي تكامل صفر الى 1 الاكس اللي هي مال البعد مال القانون، في الواي اشيلها اخلي بدالها اكس تكعيب في الدي اكس، هذا ينزل كما هو، او يعني يتعوض بدال العفو اكس تكعيب. هسه عادي اكامل البسط، عندي تكامل اكس اس 4، فالتكامل مالته انه ازود الاس بمقدار 1 واقسم على الاس الجديد، فيصير اكس اس 5/5، حدود التكامل من 0 الى 1. المقام كذلك هو اكس تكعيب، فأزيد الأس بمقدار 1 وأقسم على الأس الجديد، وحدود التكامل العفو كذلك من 0 إلى 1. من أجي أعوض الواحد، هذا يطلع 1/5، وهذا يصير 1/4، ويساوي 1/5 في 4/1، وتساوي 4/5 متر. هذا السنترويد على محور إكس، يعني مركز المساحة يبعد مسافة 4/5 من محور إكس. طيب بعد شو أحتاج؟ أحتاج الواي داش اللي هو مركز المساحة على محور واي، اللي هو قانونه تكامل واي في الدي اي. طبعا حدود التكامل هو تكامل للأريا. هسه نفس الشيء، ما عندي هو فرق، تكامل نفس الشريحة، الواي تنزل بشكل اعتيادي، حدود التكامل نفس ما قبل شوية 0 إلى 1. واي في الأريا، الدي أريا هي شنو قلنا قبل شوية؟ قلنا هي واي في الدي إكس، هماتي أنا نزلها نفسها. هسا وصلنا انه نريد نحسب الواي داش. الواي داش تساوي تكامل للمساحة للواي في الدي اي على تكامل الواي.
اي العفو، تكامل الدي اي للاريا. هاي الواي شنو؟ هي مو رمز، هي المسافة من مركز الشريحة لحد المحور اللي نريد ناخذ له السنترويد. يعني شلون؟ او العفو، لحد المحور المقابل للمحور اللي نريد ناخذ له السنترويد. يعني شنو؟ اني هسه خلينا نرجع نشرحها على الاكس. اني هسه اريد اخذ اطلع السنترويد حول محور اكس، فاجي احسب المسافة من مركز الشريحة لحد محور واي. اريد السنترويد حول محور اكس، احسب المسافة من مركز الشريحة لحد محور واي، يعني المحور المعاكس. فهسه المسافة شقد صارت عندي؟ طلعت اكس هي نفسها. بينما هنا بالواي، هذه الواي لما اريد احسب الواي برايم السنترويد على محور واي، احسب الواي هذه هي المسافة من مركز الشريحة لحد محور اكس. وين مركز الشريحة؟ مركز الشريحة هذا اللي بالمنتصف، هذا مركز الشريحة هنا. يعني مركز الشريحة هو واي على اثنين، المسافة من مركز الشريحة لحد محور اكس. الشريحة كلها طولها واي، اذا مركز الشريحة باعتبارها مستطيل فمركز الشريحة واي على اثنين. لذلك هو هنا بالمحاضرة يرمز له واي داش. هاي واي برايم يقصد بها السنترويد، هذه يرمز لها واي داش لانه هي مو واي اعتيادية. انا هنا أنا نسيت وهاي الاكس كتبتها هيجي اكس خالية، هي بالحقيقة اكس داش وهاي اكس برايم. التسمية مو فرق، الرمز المهم. فهذه اكس داش، هذه اكس برايم. اكس برايم المسافة من مركز الشريحة الى محور واي، واي برايم المسافة من مركز الشريحة الى محور اكس. فهسه المسافة من مركز، عفوا المفروض هيجي اكتبها اني بس هاي لانه متعودة، وهذه المفروض اكتبها بهالطريقة ان تكون واي داش. هاي واي برايم، هاي واي داش اللي هي هذه السنترويد. زين، هسه احنا عرفنا واي برايم شنو راح تساوي، فراح مجرد ننزلها تكامل كذلك من صفر الى واحد. واي على اثنين باعتبار مسافة قلنا من مركز الشريحة الى محور اكس. الدي اي هي مساحة الشريحة، مساحة الشريحة هي واي دي اكس. المقام نفسه تكامل صفر الى واحد واي دي اكس. هسه بس شوية نبسط المعادلة. ادي من البسط اقدر اطلع واحد على اثنين خارج التكامل، داخل التكامل راح يكون صفر الى واحد واي تربيع دي اكس. المقام يبقى كما هو. الواي انا عندي قيمتها اللي هي اكس تكعيب، مطيني معادلة قايل لي الواي تساوي اكس تكعيب، اجي اعوضها واجري التكامل. طيب ليش ما اكامل بدلالة واي؟ لانه انا عندي دي اكس، ما اقدر اشتغل اي شيء بالتكامل وانا عندي دي اكس، هذه الواي لازم تتحول. فراح اكتب الواحد على اثنين تكامل صفر الى واحد، الواي هي اكس تكعيب اذا، والواي تربيع فنزلتها تربيع في الدي اكس، وهنا ينزل كما هو. هذا راح يكون واحد على اثنين تكامل صفر الى واحد اكس والستة دي اكس، والمقام كذلك ينزل. ما نشتغل به حاليا، هسه اقدر اكامل. البسط والمقام تبسطوا. فهذا راح يساوي البسط عندي نصف، في أزيد الأس بمقدار واحد وأقسم على الأس الجديد فصير x أس 7
على 7 حدود التكامل تنزل من 0 إلى 1، المقام هو نفسه x أس 4 العفو على 4 حدود التكامل 0 إلى 1، هذه راح تساوي 1 على 2 في 1 على 7 في 4 على 1 وتساوي 4 على 14 متر. انتهى الحل، طلعت السنترويد على محور X، طلعت السنترويد على محور Y. هسه إذا انتقلت للمثال الثاني راح تنتبهون أنه المثال الأول هو عكس الثاني، المعادلة نفسها Y تساوي X تكعيب، Y تساوي X تكعيب يعني هو نفس الكير ونفس همين الأبعاد متر بمتر. الفرق شنو؟ الفرق أنه بالمثال الثاني اللي هو رقم 2 يعني يريد هاي المساحة، بالمثال الأول يريد الفوقها اللي هي هاي. هنا أنا وين راح يصير الخلل أو وين راح يصير الفرق؟ مثل ما نقول يصير الفرق باختيار الشريحة، بأبعاد الشريحة. هسه أنا راح أجي أختار شريحة عمودية، هماتين عمودية لهذا الشكل. طبعا ما رسمتها متناهية الصغر لأنه احنا دا نشرح يعني على مود تبين. العرض مالتها دي اكس لأنه هي موازية لمحور اكس. الارتفاع مالتها شنو؟ الارتفاع مالتها المفروض واي اللي هو هذا موازي لمحور واي، بس هنا راح نرتكب خطأ مثل قبل شوية. هذا قلت لكم راح يصير خطأ انه احدد الاكس هيجي. ليش خطأ؟ خطأ لأنه الواي هي المسافة من حافة الكير لحد محور X، من حافة الكير لحد محور X. يعني هسه أني وين حافة الكير بهذا المثال؟ حافة الكير هي هاي، واضح. فصحيح أنه أفرض الواي هي هنا من حافة الكير لحد محور X، بس هنا حافة الكير هذه فالواي ما تنفرض هنا، طول الشريحة ما راح يكون واي لأنه الواي محجوزة هي من حافة الكير لحد محور X، هاي الواي. طيب هذا شو راح يكون ارتفاعها؟ الشريحة راح يكون ارتفاعها 1 ناقص واي. هذا الفرق بين المثالين، وانا تعمدت انه ارسمهم هيجي، أقسم الصورة وأحل كل واحد بجهة على مود تقارنون وتفتهمون الفكرة. هنا الكيرف عندي لأنه كوما طلاب يخطئون بها وما أريدكم تخطئون. الكيرف هنا عندي مرسوم في هالشكل، يريد الجزء القريب عن المحور، يريد الجزء من الكيرف القريب عن محور X. فعادي يفرض أنه الواي من حافة محور X لحد الكيرف، بينما هنا أنا يريد المساحة الفوقها. يعني هنا أنا صدفت أنه ارتفاع الشريحة نفس الواي، صدفت. بس هنا ما تحققت عندنا هاي الصدفة، هنا أنا نوقع بخطأ إذا فرضنا أنه ارتفاع الشريحة هو واي. الواي محجوزة من حافة الكيرف لحد محور اكس، حفظناها. بقت أنه الارتفاع مال الشريحة شلون تطلعه؟ راح تقول 1 ناقص واي، فهذا راح أكتبه، هذا يساوي لي 1 ناقص واي، هذا ارتفاع الشريحة، عرضها دي اكس. طيب الاكس شو يساوي؟ الاكس هو من حافة الشريحة لحد محور واي، والله هذا الشرط متحقق، هاي الاكس. هسه صار السؤال جدا عادي، هسه اقدر احل، بس كون انتبه لهاي الملاحظة. الواي محجوزة من حافة الشريحة لحد محور اكس. نرجع للمثلث مالتنا. المثلث هذا مال قبل شوية، هسه الصحيح مالته شنو؟ خلي ارسمه بالاخضر. الصحيح مالته انه هاي اكس، اكس من حافة الكير لحد محور واي، هاي اكس. اذا هذا البعد ايش راح يساوي؟ هاي غلط، مو اكس، هذا البعد ايش راح يساوي؟ اذا قلنا انه هاي المسافة هي بي، فطول الشريحة راح يساوي بي ناقص اكس. إن شاء الله تكون الأمور واضحة.
تحتاج شوية تركيز من عندكم ومتابعة ودراسة. نكمل حل المثال مالتنا. هنا أنا هماتين راح أطلع الإكس برايم اللي هي تساوي تكامل للأريا الإكس داش في الدي أريا، والمقام تكامل للدي أريا فقط اللي هو مساحة الشريحة. هسه أجي بس لحظة خلي أصغر كتابتي على مود الخطوات الأولى تظل قدامنا. هسه الإكس داش راح تكون شنو؟ تكامل الإكس برايم اللي هي المسافة من مركز الشريحة لحد محور واي هي نفسها إكس، من مركز الشريحة لحد محور واي نفسها إكس تنزل. الدي أي مساحة الشريحة، مساحتها ارتفاع الشريحة واحد ناقص واي العفو، وسمك الشريحة هو دي إكس. بما انه انا كتبت دي اكس، بما انه سمك الشريحة دي اكس، اذا اخذ حدود التكامل اللي على محور اكس، فتكون حدود التكامل من صفر الى واحد، صفر الى واحد هماتين يعني حالة من حال هذا. المقام تكامل من صفر الى واحد، واحد ناقص واي دي اكس هو نفس البسط ما عدا هذا البعد يروح. هسه شوية صارت هوسة الى حد ما. الواي عندي قيمتها اللي هي تساوي اكس تكعيب، فراح اعوض بقيم واي، راح اقول تكامل من صفر الى واحد الاكس تنزل، واحد ناقص اكس تكعيب في الدي اكس، والمقام هو صفر الى واحد، واحد ناقص اكس تكعيب في الدي اكس. نرجع ونقول انه احنا حولنا المعادلة من واي الى اكس لانه حد التكامل عندي، لانه انا دا اكامل بالنسبة للاكس. هسه مجرد انه هاي الرياضيات ان شاء الله تكونون انتو زينين بيها، مجرد اوزع التكامل او انه ادخل الاكس على القوس، هاي يصير اكس اس 4 دي اكس، والمقام من صفر الى واحد، واحد ناقص اكس تكعيب دي اكس. هسه اقدر اجري التكامل بشكل جدا اعتيادي، فهذا راح يكون اكس تربيع على اثنين ناقص اكس اس خمسة على خمسة، حدود التكامل صفر الى واحد. كذلك الحال بالنسبة للمقام اللي هو راح يكون اكس ناقص اكس اس اربعة على اربعة، العفو صارت كأنه تسعة. حدود التكامل كذلك صفر إلى واحد، هذا راح تكون واحد على اثنين ناقص واحد على خمسة، المقام واحد ناقص واحد على أربعة بوينت اثنين خمسة، الناتج تقريبا راح يطلع لنا بوينت أربعة متر. هذا السنترويد على محور إكس. يبقى لي هسه السنترويد على محور واي، يعني الواي داش، خليني نجي نحله. اني راح ابقى على نفس الشريحة هسه خلال الحل، بس احب انوه الحاجة هنا انه اذا هنا أنا هسه بهالنقطة من السؤال بدلت الشريحة اخذت افقية، يسهل لي الحل شوية، يسهل لي التكامل، بس انا راح ابقى كما هي لانه احنا دا نتعلم ونريد نمشي على بروسيجر. هسه الواي داش هي عندي دي اي نفسها، لكن الواي برايم خلي اكتب القانون على مود تعرفون عن ايش محتاجة. الواي داش تساوي تكامل للاي واي برايم الدي اي على تكامل الاي للدي اي، يعني محتاجة هاي الواي برايم اللي احنا اتفقنا عليها. شنو اتفقنا عليها قبل شوية؟ المسافة من مركز الشريحة لحد محور اكس. هو الشريحة اصلا ايش قد ارتفاعها؟ وين مركزها؟ الشريحة كلها ارتفاعها واحد ناقص واي لحد محور اكس، اذا هي مستطيلة،
فمركز الشريحة شو راح يكون؟ راح يكون 1 ناقص واي على 2 الارتفاع من مركز الشريحة لحد محور اكس. فهسه طلاب راح اعوضها 1 ناقص واي على 2. واحد ناقص واي على 2 في مساحة الشريحة، مساحتها همتين واحد ناقص واي في الدي اي في الدي اكس العفو على تكامل المساحة. بس احنا نسينا شغلها، سأرجع لها. 1 ناقص واي في الدي اكس، نسينا شنو هي هاي. صحيح 1 ناقص واي على 2 هذا مركز الشريحة، يعني لحظة، خلي أبين لكم قصدي هنا شنو الحاجة اللي نسيناها. احنا من أخذنا شريحة هنا قلنا هاي دي اكس، هذه 1 ناقص واي. من هنا اخذت 1 ناقص واي على 2، يعني ايش طلعت لي؟ ها مسافة طلعت لي، هاي المسافة هاي، يعني ما طلع لي البعد لحد محور اكس، طلعت لي بس نص الشريحة. اذا ايش احتاج اضيف؟ هاي المسافة شنو اصلا؟ هي واي، احنا فارضيها هذي، قبل شوية رسمناها واي. هاي واي، انا ايش حسبت؟ الواحد ناقص واي على 2 هي هاي. بعد ايش احتاج لها؟ بعد احتاج اضيف لها واي، يلا اوصل لمحور اكس. فهنا شنو الخطأ اللي عندي؟ الخطأ انه هاي بعد وياها زائد واي، يعني خل نعيد كتابتها حتى تترتب. يعني صار عندي تكامل 1 ناقص واي على 2 زائد واي، هذا كله مضروب في تكامل المساحة. بسبب هاي الخبصة قلت لكم الشريحة الأفقية هنا أنا تسهل الحل بهذا المطلب، بس مال الواي برايم. فتقدرون لحد هنا يعني على محور اكس اخذتوا شريحة عمودية، تقدرون من توصلون للمطلب الثاني تبدلون الى شريحة افقية. انا هسه راح اكمل على الموجود على مود تفهمون التفاصيل. تكامل هنا انا راح اوحد مقامات، راح يكون المقام المشترك 2، 1 ناقص واي زائد 2 واي، هذا مضروب في 1 ناقص واي في الدي اكس، والمقام ينزل. طبعا حدود التكامل من 0 إلى 1، قلنا باعتبار انه الشريحة تتحرك على محور اكس، المقام 1 ناقص واي في الدي اكس. هذني بعد ما اصفيهن، هذا طبعا راح يصفى 1 زائد واي على 2، لأنه هاي تروح وياها يصير 1 زائد واي على 2. أدخل القيم، بعد ما أدخل القيم وأختصرها يصفى كلش بالأخير 1 على 2، تكامل 0 إلى 1، 1 ناقص واي تربيع دي اكس، والمقام منزل 0 إلى 1
واحد ناقص واي دي اكس. هسه مجرد انه اجري التكامل، او لا العفو، بالبداية انه اعوض قيم اكس بدال كل واي، واحد على اثنين تكامل صفر الى واحد، واحد ناقص كل واي هي اكس تكعيب، فهاي يصير اكس اس ستة دي اكس. المقام يكون واحد على العفو دون واحد على اثنين، تكامل صفر الى واحد، واحد ناقص اكس تكعيب في الدي اكس. هذه بعد ما تجرون التكامل وترتبون الامور المفروض يطلع 0.153 متر. انتهى حل المثالين، اتمنى يكون الواضحات. اخذنا شريحة عمودية للمثالين اثنيناتهم، عرض الشريحة موازي لمحور اكس، ارتفاع الشريحة هو واي، مو ارتفاع الشريحة واي، الواي هي الارتفاع من محور اكس لحد حافة الكير. اذا كان الكير مرسوم، يعني المظلل مالته، الجزء الوانتد مثل ما نقول من عنده ويا محور اكس قريب على محور اكس، فراح تصدف انه ارتفاع الشريحة نفسه واي. بينما اذا لا، هو يريد الجزء الفوق من الكير، فارتفاع الشريحة ما راح يصادف يكون اسمه واي، الواي راح تعتبرها من محور اكس لحد حافة الكير. ارتفاع الشريحة راح يكون الارتفاع الكلي للشكل ناقص الواي، عرض الشريحة هو دي اكس. الاكس بكل الاحوال هي من حافة الشريحة لحد محور اكس. اذا كان عندك الشكل مثل هذا، مثل هذا، هذا نفس الشيء. اذا تنظر له يعني نفس قبل شوي، انه همات يعني الاكس من من محور واي لحد الخط، لحد حافة الكيرف، فطبقت نفس الامور بس بالعكس اذا تركزون عليها. فما عندنا شيء، هو هذا أهم ما بالموضوع، الإكس برايم من حافة من مركز الشريحة العفو لحد محور واي، الواي برايم من مركز الشريحة لحد محور إكس. هاي أهم النقاط اللي إذا سجلتوها يعني بنوتس يمكم بالدفتر وركزتوا عليها، تكونون جدا 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 مسيطرين على المادة. المثال الثاني اللي قلت عنه أنه يحتاج أمثلة قبل يلا نوصل له، خلي نسولف بيه. بهذا المثال ماخذ شريحتين، ماخذ وحدة أفقية، يعني حال السؤال بشريحة أفقية، وبعدين راجع حاله بشريحة عمودية. هذا السؤال شو بيه؟ بيه كيرفين اثنين مو واحد، ويريد المساحة المحصورة بيناتهم. الكيرف الأول أو اللي هو الكيرف الخارجي، الكيرف الأكبر على محور إكس اللي هو إكس تربيع تساوي 4 واي، الكيرف الثاني هذا اللي هو x تساوي 2 على 3 y، معادلة خط مستقيم. هنا بالبداية راح يفصل الحل، راح يقول انه اني اجي من اطبق الاريا، تكامل الاريا راح يكون عندي كيرفين اطرحهم من بعض، ال x right ناقص ال x left. ال x right اللي هو هذا على اليمين، هذا يعتبره left باعتبار هو سابق او متجه المحور x السالب، فهذا نسميه x left. فأرحهم واحد من الثاني 2 جذر y، اللي هو يريد ال x، فمن معادلة الخط هذا، من معادلة الخط اللي هو ال right يطلع قيمة x، يعني يجذر الطرفين، يجذر الطرفين على مود يطلع x. هذه x تربيع جذرها x، هذه تصير 2 جذر y، فنزلها 2 جذر y. كذلك الحال بالنسبة لهذا الكيرف، أو هذا الكيرف لا هو أصلا جاهز ما يحتاج جذر، نزله كما هو. أجرى التكامل من 0 إلى 9. ليش إلى 9؟ لأنه الشريحة اللي أخذها شنو؟ أخذها أفقية، يعني السمك مالتها موازي المحور واي. محور واي الأبعاد مالتها من 0 إلى 9 إنش، فعوض حدود التكامل من 0 إلى 9، طبق القانون، طبق يعني التكامل، طلع له الأريا المحصورة بين الكيرفين هي 9. هذا يعني طلع المقام. هسه ال first moment of inertia هذا اللي قلت لكم عليه بداية المحاضرة، هذا هو نفس القانون، نفسه بالضبط، بس قاعد يفصل على مود مصر عليه هوسة مثل هذا الحل، قاعد يفصلهن. العفو، ال first moment of inertia هاي الأمواج هي يقصد بها البسط، البسط يعني اللي يعني هذا، هذا ال m x، هذا ال m y اللي كتبته هنا.
فالx داش تساوي ام واي على الاي، هو الاي حسبها اللي هي هاي الام واي هي يقصد بها البسط، فهو قانون واحد. فهذا شوفوا راسا ننزلها x داش في الدي اي، فهو مجرد رمز. تردون تفصلون تردون ما تفصلون هذا في الشيء العفو راجع لكم. هسه الx داش تساوي الx برايم العفو في الدي اي. الx برايم قلنا المسافة من مركز الشريحة لحد محور واي. مركز الشريحة هو هذا لحد محور واي، يعني يريد هاي المسافة. هي الشريحة اصلا ايش قد عرضها؟ عرضها 2 جذر واي ناقص 2 على 3 واي، هذا عرضها. طيب الى محور واي ينجمع وياها شنو؟ ينجمع وياها 2 على 3 واي، فبسطوها راح تلقوه يطلع بهالشكل، يطلع بهذا المقدار. في xr ناقص xl في الدي اي في الدي واي العفو، طبقهم كما هما كامل بالنسبة للدي واي، عوض حدود التكامل طلعت له 27 انج. هسه هذا شنو؟ هذا الفيرست مومنت اباوت اكس اكسس اللي هو 27، يجي يقسمه على 9، يقسمه على 9 يطلع له الاكس برايم، تطلع للاكس برايم 3 انج. كذلك الحال بالنسبة للام اكس اللي هو ياخذ بيها الواي برايم في الدي اي. الواي برايم المسافة من مركز الشريحة لحد محور اكس، فالمسافة من مركز الشريحة لحد محور اكس هي شو تساوي؟ تساوي الواي، هاي صدفة هنا ساوت الواي، فنزلت كما هي، عوض حدود التكامل يعني كامل العفو عوض حدود التكامل طلعت 32 انش، قسم على الاريا طلعت 3.6 انش. هذه شريحة أفقية، نعطيك هنا همين إعادة للحل بشريحة عمودية، اطلعوا عليها وإن شاء الله بالمحاضرة الجاية نشرح هذا المثال همين اقروه. بالمحاضرة الجاية إن شاء الله نشرح اللاين والفوليوم، سنترويد أوف لاين أند فوليوم. بكل التوفيق لكم إن شاء الله، ادرسوا زين، وأنا إن شاء الله أدز لكم واجبات على الكلاس روم مالتنا بدال التمارين اللي حليتهن. بالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة.